امبارح كنت اسمع الحقيقه تصريح للاستاذ وليد جنبلاط واللواء ريفي عن موضوع لبنان والدفاع عن السنه للاستاذ وليد ويشكر الحقيقه. بس انا كنت اعرف ان قوه لبنان وجود هم السنه العروبيين اللي هم يحمون جميع الطوائف، اذا كان في شيء يسمى طوائف وانا ما اؤمن بشيء اسمه طوائف. كانوا هم وين قاده السنه؟ وين الرجال اللي كانوا يرفعون الراس في لبنان؟ متأكد موجودين، بس نبغي ندعم هالسنة، حد من السنة القادة يقود لبنان ويقود هذا. بعدين موضوع أن الماروني رئيس جمهورية، الشيعي برلمان، الرئيس وزراء لازم يكون سني. يجب أن تختارون يا جماعة النوعية وليس أن من المرجعيات أخرى. اختاروا الرجل إن كان ماروني أو كاثوليكي أو شيعة أو سني، يكون هو قائد هذه البلد الجميلة، هالشعب العظيم هذا. ارحموها لبنان يا جماعة، ويختاروا أن إنسان يكون. أنا شخصيا مستغرب لنا الحين كيف يدافعون عن السنة مثل الأستاذ وليد جنبلاط ويشكر فيها. وين السنة؟ وين العمق السني؟ وين قوة السنة اللي كنا نعرفها في الزمانات؟ ولا موجودين، بس يبين أن مكسورة جرحتهم. كيف هذا؟ لا يجوز أن هذا يرجع السنة. لازم تفكرون في قيادة سنية صحيحة، قائد قوي وليس من هذا الضعاف اللي ما عندهم القوة يقدرون يتكلمون ويدافعون عن الشعب اللبناني عامة، وليس فقط عن السنة. يدافعون عن المسيحي، عن الشيعي، عن الدرزي، عن 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 كذا. حبيت أقول هذا وشكراً.